أهلا بكم أحبائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج رأي. توفى صباح اليوم الداعية الإسلامي الشيخ فوزي السعيد عن عمر يناهز 74 عاما إثر تعرضه لوعكة صحية. هذا الخبر أثار حالة كبيرة من الحزن لدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك وتويتر. الدعوات انهالت للشيخ بالرحمة. الشيخ فوزي السعيد تم اعتقاله في عام 2014، إلا أن السلطات المصرية أفرجت عنه في عام 2016. عموما أحبائي المشاهدين، دعونا نشاهد مقطع الفيديو التالي والذي يظهر فيه لحظة تشييع جنازة الشيخ فوزي السعيد من أحد المساجد في محافظة القاهرة. دعونا نشاهد. عدنا لكم مجددا. الشيخ فوزي السعيد لم يكن يخشى إلى الله، كان دائما ما يقول الحق، وهذا ما أثار إعجاب كثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي. ولذلك شاهدنا العديد من التغريدات التي تشيد بمواقف الشيخ. اسمحوا لنا بأن نشاهد الآن بعض من تلك التغريدات التي كتبت عن الشيخ الراحل فوزي السعيد رحمة الله عليه. بداية تلك التغريدات التي لدينا والتي كتبها وليد عبد الفتاح، والذي كتب ليقول: الشيخ فوزي السعيد في رحاب الله سار على درب ابن تيمية وأحمد ابن حنبل. وفي الصورة التي أمامنا يظهر الشيخ فوزي السعيد أثناء محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، وكان هذا الأمر في عام 2014. ونشاهد أيضا السيد مجدي قرقر الأمين العام للحزب أو الأمين العام للتحالف الوطني لدعم الشرعية، وأيضا كان بجوارهم مجدي أحمد حسين الصحفي والكاتب المصري المعروف. في التغريدة التالية أيضا التي لدينا سنشاهد إشادة كبيرة من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ونشاهد في تلك التغريدة ولاء رفاعي سرور، والتي كتبت لتقول: وقفة عزة وإباء لا تقبل الانكسار للشيخ فوزي السعيد رحمه الله أمام قاضي الانقلاب. أيضا الشيخ فوزي السعيد كانت قد تدهورت حالته الصحية إبان تعرضه للاعتقال وأصيب بالفشل الكلوي. هذا الأمر بلا شك أثر على صحته، كما توفت نجلته وهو داخل السجن. وحينما تم الإفراج عنه في عام 2016 أصدرت السلطات المصرية قرارا بمنعه من الخطابة إلى أن توفاه الله. دعونا أيضا نشاهد بقية التغريدات التي لدينا. أحمد فاروق كتب ليقول: رحم الله الشيخ فوزي السعيد رحمة واسعة. ونشاهد هنا حشود غفيرة وواسعة تشيع الشيخ إلى مثواه الأخير. ومن تلك التغريدة إلى تغريدة
أخرى أيضا لدينا كتبها خالد حمدي، والذي كتب لي يقول: كان يعلم أن الأيام ستمر بحلوها ومرها ستمر، لذلك صدع بالحق وصبر على الأذى حتى مرت، ثم هو اليوم بإذن الله يلقى ربا كريما يضحك إليها ويثنيها على الحق الذي بلغه والسجن الذي ابتلي بسببه في بدنه رغم كبر سنه حتى مات، وغيره ظل يختار أخف الضررين ويؤثر السلامة ويتعلل بخوف الفتنة حتى مات أو أوشك على الموت. وأيضا نشاهد في كل تلك التغريدات حب واسع وجارف من جانب نشطاء السوشيال ميديا للشيخ ودعوات كبيرة من جانبهم، وذلك قطعا بسبب المواقف الرائعة التي وقفها بجانب الشعب المصري، حيث أنه كان من أشد المؤيدين لثورة 25 من يناير، كما أنه كان أيضا من الأعلام والرموز التي وقفت في ميداني ربع العدوية والنهضة، وذلك رفضا للانقلاب الذي وقع في 3 يوليو لعام 2013. دعونا أيضا نلقي نظرة على باقي التغريدات التي لدينا. إيهاب سلطان كتب لي يقول: رحم الله الشيخ فوزي رحمة واسعة وأكرم مثواه وجعل قبره روضة من رياض الجنة وأدخله الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب. كانت تلك هي التغريدة التي أردنا أن نختم بها التغريدات التي تحدثت عن الشيخ فوزي سعيد. اسمحوا لنا أيضا بأن نشاهد بعض من الفيديوهات التي يظهر فيها لحظات من تشييع جنازة الشيخ فوزي السعيد بوسط القاهرة عقب صلاة الظهر لهذا اليوم. دعونا نشاهد. اللهم أبدله دار الخير لداره وأهل الخير من أهله وولد الخير لولده فيه. التكبير جهرا يا كرام في الإمام وسرا للمأمومين، وعدم رفع الأيدي للمأمومين إلا في تكبيرة الإحرام أخلصه في الدعاء للمتوفى، أخلصه في الدعاء للمتوفى. عدنا لكم مجددا، ومن مقطع الفيديو الذي قمنا بعرضه إلى مقطع آخر ويظهر الكلمات الرائعة والقوية والحماسية التي كان يذكرها الشيخ فوزي السعيد والتي تم تداولها بقوة هذا اليوم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وذلك لتذكير الناس بالكلمات الخالدة للشيخ فوزي السعيد رحمة الله عليه. دعونا نشاهد مقطع الفيديو التالي ثم نعود معكم بعده لكي نستكمل حلقة الليلة. لقدر، وكل قدر له حكمة، فما الحكمة؟ هنا بقى نقول لك افهم. أول شيء في الحكمة التمايز. إيه التمايز؟ في غزوة أحد معهم سيدنا عليه الصلاة والسلام، أذن الله أن يضربوا ضربة شديدة جدا، قتل فيها 70، الواحد منهم يزن الأرض من الآن إلى يوم القيامة، من الصحابة ومنهم الأسد حمزة رضي الله عنه. ابن أمية ده لما اتمسك وعبد الحي بن عوف أثره، سأله عن الرجل في كان في غزوة بدر، سأله عن الرجل اللي حاطط ريشة نعام على صدره، قال له من هذا؟ قال له حمزة. قال لقد فعل بنا الأفاعيل، ده الأسد لو دخل على 10 وجها لوجه ما قدروش عليه، وتلاقيه خلص عليهم. هو ده كان كده، كان أسد الله في الأرض. 70 قتل في غزوة أحد، والله عليه السلام بحشت ركبته وكسرت رباعيته وشج وجهه. يبقى ده أزمة جديدة جدا جدا، قصه الله في سورة آل عمران، وفي آخر القصص ماذا قال؟ قال: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه
حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي لرسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. معانا؟ أنا عايز عقول حتى لو كنت جعان أو عطشان، يعني عايزين العقول تشتغل. ما كان إلا سنتان من وراء المؤمنين وبينهم الواغش، بينهم المنافقون، بينهم اللي دخل بعد غزو بدر في الإسلام ليضر بالمسلمين وعلى مسلم ظاهرا. طب ربنا هيكشفه ازاي لهم؟ سهل جدا، يقول للرسول صلى الله عليه وسلم هذا منافق هذا منافق. لا 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 لا، وما كان الله ليطلعكم على الايه؟ على الغيب. طب يعرفهم ازاي؟ قول لي انت بقى يعرفهم ازاي؟ يعرفنا الحقائق ازاي؟ يعرفنا السعوديه دي مين اللي فيها ومين اللي بيحكم فيها الان ازاي؟ من غير المواقف. يعرفنا المشايخ اللي يبنون القصور لأحفادهم لا لأولادهم فقط على حساب المسلمين، وحقيقتهم أبعد شيء عن السلفية. يعرفنا إياهم إزاي؟ يكشفهم إزاي؟ هنزلونا وحي يعني ونخبركم ده فلان كذا وده كذا وده كذا؟ لا، هي دي حكمة ربنا. بس كانت ضربة بالدم، وفيها سيدنا سيد البشر وسيد الأخير عليه الصلاة والسلام عشان يعرفه بين الصادق ليميز الله الخبيث من الطيب. عدنا لكم مجددا أحبائي المشاهدين، وحول خبر رحيل الشيخ فوزي سعيد وحالة الحزن الكبيرة التي عمت موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأيضا تويتر، يسعدنا أن ينضم إلينا الآن فضيلة الشيخ أسامة عيد الداعية الأزهري. أهلا بك فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك فضيلة الشيخ. ماذا تقول عن رحيل الشيخ العلامة فوزي سعيد؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عليه الصلاة والتسليم. لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقه لمحزونون، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إن لله وإنا إليه راجعون. وحقيقة موت العالم صفة عامة بيكون يعني سلمى لا تسد، وابن عباس لما قرأت الآية ألم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال في تفسيرها بموت العلماء والفقهاء وأهل الخير منها. فموت العالم شيء يعني فجيعة كبيرة جدا للأمة الإسلامية. نعم. علماء هم النجوم التي تهدي الخلق إلى طريق الحق وإلى طريق الله. والشيخ فوزي سعيد ختم حياته بمواقف تستحق الإشادة، فهي ثباته على الحق، وأنه ظل واقفا أمام الطغيان لا ينثني ولا ينحني. نعم. وسجن في ذلك ولقي ما لقيه الذين سار في طريقهم من قبله، الإمام صحيح. أحمد بن حنبل والإمام ابن تيمية وغيرهم، والإمام الشافعي، وهم صادروا أموال. وأيضا الإمام الشافعي كان قطع عنه عطاؤه الذي كانت تجريه عليه الدولة، المدرات بتاعه يعني. فأنشد أبيات من الشعر يقول: أمطري سماء سرمديب سبرا وصيدي أبارة كرورة ذهبا، أنا إن عشت لست أعدم قوتا وإن مت لست أعدم قبرا، همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا، وإذا ما قنعت بالقوت يوما فلما أهاب زيدا وعمرا. الله. أحسب أن الشيخ فوزي كان يتمثل هذه الأبيات. رائع. حقيقة كان أسد هصورا، وكان يعني نيران تلظى على الظالمين. بالفعل. ولم يعطيهم أدنى شيء. صحيح. وعلى ذكر وعلى ذكر هذا الأمر، اسمح لنا بأن نشاهد مقطع الفيديو التالي والذي يفضع فيها الشيخ فوزي السعيد بالحق ضد السلطات المصرية الحالية. دعنا نشاهد شيخ أسامة.
رئيس المسكين كان بيحارب دولة، الدولة العميقة وليس معه أحد، كان كاتم الغم وساكت، الجيش ضده، بس طبعا لم يكن يتصور أن الجيش يعمل ضده، لأنه هذا الخائن الأكبر كان يدخل عليها. فقامت الرئيس، الناس بتهاجم الإسلام، قال هو زعلان بيتبكى على الإسلام. عدنا لك مجددا شيخ أسامة، كلمات قوية للغاية قلها الشيخ فوزي، بماذا تعلق؟ الرجل كان كما قلت لك أسد عصورا، وكان مع كبر سنه يذهب بشكل متكرر، وأنا شاهدته واستمعت إليه في ميدان الرباع العدوية، ويثبت الناس ويحفز الناس، وحبس ومر بفترة مرض شديدة جدا جدا في السجن، ولعله لو قال يعني أي كلمة يؤيد فيها هؤلاء الظالمين لخرج، ولكن لم يخرج إلا بعد أن تدهورت حالته الصحية وخشوا أن يموت في السجن. وسبحان الله كان يدافع عن الرئيس الشهيد محمد مرسي الآن ورحمة الله عليه، وسبحان الله يعني لعله الآن يلقاه إن شاء الله تبارك وتعالى في جنات عدن ونهر ويلتقي، وتكون هذه بإذن الله تبارك وتعالى أسعد ليالي بإذن الرحمن. حتى وإن رحل الشيخ فوزي، نعم، حتى وإن رحل الشيخ فوزي يا سعيد رحمة الله عليه، إلا أن مصر ولادة، وبإذن الله سنشاهد آلاف من مثل فضيلة الشيخ فوزي السعيد. وعلى ذكر هذا الأمر، اسمح لنا بأن نشاهد مقطع الفيديو التالي، والذي سنشاهد فيه كيف احتفى أهالي مدينة الصف بمحافظة الجيزة بحفظة القرآن، وهذا الموكب المهيب الذي شهدته محافظة الجيزة. دعنا نشاهد مقطع الفيديو التالي ثم نعود معك بعده لكي نعلق عليه. عدنا لكم مجددا، بماذا تعلق على هذا المشهد الرائع فضيلة الشيخ أسامة، والذي شهدته مدينة الصف بمحافظة الجيزة؟ نعم أخي الحبيب، أنا أريد أن أكمل في نفس الاتجاه الذي بدأت فيه، ولعلي برضو أعرض على النقطة التي أنت أشرت إليها، وهي أن الشيخ فوزي السعيد لم يمت، والشيخ فوزي السعيد عليه رحمة الله حي بمواقفه وبما قدمه لهذا الدين، وحي بما سيذكره الناس به من خير. و مفارقة شديدة جدا أريد أن أعلق عليها. أول ما سمعت بخبر وفاة الشيخ فوزي السعيد قلت كم رأسا جاهلا فيظهر، لأنه في الحديث إن الله لا ينزع العلم انتزاعا، ولكن يقبضه أو ينزعه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق في الأرض عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. ده اللي احنا بنخشى منه. وإذا كان الشيخ فوزي رحمه الله وأعلى منزلته في عليين توفى، فهذه ليست الوفاة التي يحزن عليها الإنسان وهو مات على الحق، نحسبه كذلك ونزكيه على الله وظل على مبدئه وثبت على ما فيه. إنما إحنا بنحزن لما بنلاقي أحد العلماء أو من يسمون بالعلماء مات موتا معنويا وهو يحيى، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. الموت الحقيقي للعالم إذا أردنا أن نقول هذا أو جاز لنا أن نقول هذا، هو في موته حين يطلب الراحة ويطلب العافية في ركاب الظالمين، ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، و تمنع وتعطل شريعة الله ويظلم عباد الله وهو واقف لا يحرك ساكنة. الموت الحقيقي للعالم أو ينبغي أن نقول عنه موت، حينما يعني يسمح لقوى الشر من أنظمة الفساد والفسقة والجاهلين وغيرهم
ويظل هو ساكن لا يتكلم لا ينكر، انما الشيخ فوزي انكر. فالموت الحقيقي للعلماء ان يتركوا وسائل الاعلام الفاسده الان في مدننا ومجتمعاتنا الاسلاميه، نعم، ولا يتصدون لهذا ويقول الله ان نعتزل الفتنه ونركن على جنب. الشيخ فوزي له كلمه في هذا الامر، ان اشد ما في الفتنه هو اعتزال الفتنه، او اكثر الفتنه هو ان يقول العالم اعتزل الفتنه. نعم. طبعا كان تعليقا على الناس اللي قالت انا اعتزل الفتنه وماليش دعوه باللي بيحصل في مصر وكده، ويسمون بالعلماء. نعم. فالشيخ فوزي لم يمت، الشيخ فوزي حي بالفعل بمواقفه، وحي بيننا بكلماته وخطاباته ودروسه الموجوده الحمد لله على اليوتيوب بالفعل. نعم. كنت انظر منذ قليل ما شاء الله يعني قوائم كثيره جدا لشرحه لدين الله تبارك وتعالى والشريعه وغيرها. نعم. نسأل الله تبارك وتعالى ان كما يعني يخلد ذكره الان في الارض ان يرفع ذكره في السماء. امين. تبارك وتعالى. اللهم امين يا رب العالمين. أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ أسامة عيد على كل تلك الإيضاحات التي أوضحتها لنا في حلقة اليوم من برنامج رأي. كما أشكركم أيضا أحبائي المشاهدين على حسن متابعتكم لنا، ونراكم بإذن الرحمن غدا في نفس الموعد. إلى اللقاء.